أيها الحضور الكريم، عمتم مساء، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة العام الجديد، ونرحب بكم أجمل ترحيب بأول أماسينا الثقافية لهذا العام، التي إن شاء الله سوف تكون حافلة بالشعر والجمال والعلم والموسيقى. باسمي وباسم المنتدى الثقافي الابن البكر للمركز الثقافي العربي الأمريكي للثقافة والفنون، الذي ترأسه حبيب القلب الدكتور علي عجمي، الذي ينتظر وصوله بعد دقائق من مطار بيروت محملا بعطر الجنوب. تعودنا أن يكون هذا المنتدى بقعة ضوء نضيء على جوانب عديدة من محاور الثقافة العربية في المهجر، وإن شاء الله نكون وفقنا منذ الشهر الخامس في عام 2017، حيث انطلقت الشرارة بجهود العراب للمركز الثقافي العربي الأستاذ وسام شرف الدين، واكتملت باقة الزهور بانضمام الدكتور حسن بزي وانضمام الأخ الأستاذ رفعت المندوي مندوبا عن المتحف العربي الأمريكي، والأستاذ كامل بزي والأستاذ حنان شرارة ودكتور هاني باوردي مؤخرا، والأستاذ عدنان شرارة للجانب الفني. ودوبنا على أن نستضيف شخصيات عديدة في الشعر والنثر والثقافة لكي نساهم إن شاء الله في رفض المسيرة الثقافية للجالية العربية في أمريكا بما يليق بها، وهي ما شاء الله زاخرة بالعلم والعلماء بالأدب والأدباء والشعر والشعراء. قد تستغربون أن عريف الحفل لا يحضر على ورقة وقلم، لأني لست ضليعا في المحاضرات، فأنا شاعر وحاولت أن أرتجل لكي أعبر بما في قلبي. المركز الثقافي الأمريكي بداية يشكر المتحف العربي الأمريكي للرعاية الكريمة التي لا يأخذ عليها أجرا، محاولا منه لتحسين الصورة السيئة التي رسمت عن الحضارة العربية في هذا المتحف الراقي الذي انبهرت به منذ أكثر من عامين عند أول قدومي إلى أمريكا. وباسمي واسم المركز الثقافي العربي الأمريكي أدعوكم جميعا وجميع من يسمعني على شاشات التواصل الاجتماعي بدعم هذا المتحف، والذي هو يعني يستحق أن يدعم بالاشتراك أقل ما يمكن، وهو يفتح باب العضوية الآن، وهناك أنواع مختلفة للعضوية تبدأ من 35 دولار للطلاب والتربويين، وعضوية أخرى تستطيعون أن تأخذوا المعلومات من الأخ رفعت والأخ جنين في المتحف العربي الأمريكي. فباسمي وباسمكم نشكر المتحف العربي الأمريكي على رعايته للثقافة العربية، نشكر أكسس صاحبة المشروع الثقافي الرائع. لن أطيل عليكم، الفقرات اليوم كثيرة وإن شاء الله تكون ممتعة. في أول البدء سنستقبل ضيفنا العزيز الأستاذ حسين هاشم. من عادتي أن أقدم الضيوف بأبيات أو قصيدة شعرية، لكن بما أن في إعلاميين اثنين الأخ وسام، سوف أؤخر قصيدتي لبعد محاضرته حتى أضرب عصفورين بحجر واحد. الأستاذ حسين هاشم من الشخصيات الشابة النشطة في الجالية، هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة إديوكير، وعضو مجلس إدارة مؤسسة ديربون التعليمية، وعضو مجلس إدارة مجلس ديربون باتا، وعضو مجلس إدارة مجلس الأعمال اللبناني الدولي، وأيضا حائز على عدة شهادات
من جامعة هارفورد ومن مؤتمر ميشيغان للآباء والمعلمين، ولديه جوائز في القيادة الشبابية وجريدة المنتدى وجائزة سفير المجتمع من نادي التراث اللبناني الأمريكي، وله جهود عديدة في الإعلام والتربية. سيحاضر وسيضيء إضاءات سريعة إن شاء الله في الوقت المحدد كما ورد في الإعلان على نشاط الشبابي في ديترويت، فنرحب به أجمل ترحيب. أهلا وسهلا أستاذ حسين. السلام عليكم. السلام. يلا خلنا let's do better بالقول بالإنجليزي. السلام عليكم. السلام. الله يخليكم. أنا بدي أشكر المنتدى الثقافي على هذه الدعوة اللي لكم بيناتكم اليوم. بصراحة أول ما حكى معي الدكتور علي ووسام سألتهم قلت لهم المحاضرة بالإنجليزي ولا بالعربي؟ قالوا لي بالعربي، فحكيت الهم شوي مع إنه أنا خلقان بلبنان وكل تعليمي بلبنان بس تعلمت جامعة هون. فقلت لهم يعني بيسمعني هكلان هم العربي يفكرني خلقان او بالشنزليزية او خلقان بنيويورك. فبالعكس انا كتير رح احكي باللغة العامية، بس انا كتير يعني بيشرفني ان اكون بيناتكم اليوم، وشكرا على الدعوة الكريمة من دكتور علي ومن وسام ومن الجمعية كلها كمنتدى ككل. فبحضور الدكاترة وهيك انا بدي اتحدث باللغة العامية اذا بتسمحوا لي، حتى يكون هيك ما في حواجز بيناتنا وما في ضوابط. وخلينا نكون مثل محادثة مش محاضرة، يعني أنا قدامكم ما فيني أعطي محاضرة حضركم لأنه حضركم بتعلموني مش أنا بعلمكم صراحة، فأفضل أن تكون محادثة ليست محاضرة. فالموضوع اللي حبينا نتحدث عنه هو العمل الشبابي في مدينة ديترويت، يعني ديترويت وضواحيها، نحن نعتبر من ضواحي ديترويت، النجاحات والتحديات اللي صارت. وأنا راح أتحدث عنها من منطلق شخصي، يعني من منطلق تجربة شخصية. يعني أنا جيت على أمريكا من 2008 لآخر 2007 هو 2008 لحد هلا أنا بتحدث عن هذا الموضوع ضمن أنا معرفتي بالعمل الشبابي كوني ناشط شوي بالعمل الشبابي من أول ما جيت إن كان لما كنا بالجامعة ولا بالعمل بالمجتمع هلا بالجامعة. فالكل اللي راح أحكيه هو من منطلق أنا شخصي، يمكن يكون أنا يمكن نظرتك للجامعة أو أنت تجربتك أو اللي أنت مرقت فيه بالجيل مختلفة عن نظرتي أنا أو اللي أنا اللي صار معي الأحداث اللي صارت معنا. فمثل ما أنا أشرت إنه أنا جيت على هالبلد بال 2008 كطالب علم من لبنان، فالتحقت بكلية هنري فورد التعليمية. أول ما بتجوا من بلد على بلد ثقافة مختلفة، ما بتعرف عالم كتير هون. جيت أنا عندي أختين بنتين هون، بس ما عندي أحد، يعني أهلي بعدين إجوا. فلحتى تبني علاقات ولحتى تتعرف على عالم بدها تاخدك شوية وقت، خصوصا إذا ما في مطارح لحتى إنه تتعرف على عالم فيها، مطارح يعني بشكل لائق. يعني في مطارح شباب بيروحوا عليها بس هذي بتتعرف على العالم الغلط فيها، مظبوط؟ فنحن بدنا نتعرف على العالم الصح. ما لقيت المطارح اللي فيك تتعرف فيها على شباب بالمستوى الثقافي اللي انت بدك تتعرف عليهم فيه. فبلشنا اول ما بلشنا العمل الاجتماعي هون بمترو ديترويت بمدينه ديربون بدواحيها كنا عمل شخصي. يعني جيت انا ورفقاتي بهالصف قلنا ينوع كل واحد يدفع له $50 مش هيك، وبنعمل هالايفنت. اول ايفنت عملناه هون، اول ايفنت لي بديربون هو احياء لذكرى تغيير الامام موسى الصدر، عملناه بالمجمع الاسلامي على شيفر. فرحنا لعنده اخذنا اذنه ووافقوا انه نحن نعمل هذا الايفنت هونيكي، وجمعنا نحن شبابات انه مش معقول نعمل ايفنت القاعه مقدمه ببلاش، مش معقول نعمل ايفنت ما نحطش فيه هيك انه ماي او شيء هيك حتى العالم اللي جاي بس بالرياض. فهيدي كانت بدايه حركتنا كحراك انا لإلي بالجيلي، هذا كان اول ايفنت عملته. فلما انضمينا بالجامعه حصلت على منحه دراسيه من النادي اللبناني الامريكي بي دي 1. بعد ما استلمت المنحه الدراسيه تم تواصل معي انه ليه ما بتفوت معنا بالبورد. فانضميت للنادي اللبناني وبلشنا عمل معهم. حضرت اول ميتنج ثاني ميتنج يعني لفتتني شغلي فمن كيف، ووجهت انا رساله للبورد تبع النادي انه
انه على الطريقة اللي ماشيين فيها نحن عم نحكي بال 2009 انه ما بعتقد لازم اعلى صوتي، مع انه صوتي عالي انا ربع عادي تمام ماشي حالنا اوكي، قربت المايك شوي على صوتي. فانا الرسالة اللي وجهتها وقتها بالبلد اللبناني انه نحن لما في شباب، يعني مع احترامي للجميع اللي كانوا بوقتها انا بمون عليه عشان هيك عم بعطي اسامي اليوم، اللي بمون عليه بحكي اسمه اليوم، ما بمون عليه ما راح اقول اسمه. فقلت لهم لما في شباب مشاركين معكم بالبورد، فقال لا ما في، يعني ما في شباب عطت انه هن مهتمين بهذا الموضوع. يعني وقتها حسب ما انا متذكر كان في استاذ سالم هو الرئيس تبع النادي، كان في علي جواد وعلي بري ووسيم، يعني كلها شباب، يعني عم نحكي ببعض يعني بالخمسين وطلوع انه هودي شباب، بس انه عم نحكي شباب بالعشرين للثلاثين نحن بهذا الوقت ما كان في. فانا وجهت لهم رساله قلت لهم خلينا اذا بدنا نامل استمراريه هذا النادي وبدنا ننجح لازم نحاول قد ما فينا نضم هودي الشباب اللي هن موجودين بالجامعات وموجودين بالثانويات لحتى ينخرطوا بالعمل الاجتماعي. فصار في شويه انتقاد انه انت ما صرخش من اصل من امبارح العصر جاي بتنتقد دغري بالمعنى العام يعني. والشخص اللي دعم الفكره كثير تبعي انا بوجه له تحيه علي جواد، قال لي لا انت معك حق بس نحن كثير عالم قالت هيك قبل بس ما حدا فعل، فرح نعطيك فرصه لنشوف شو فيك تعمل. فوقتها قالوا لي انه جيب انت الفريق العمل اللي بتشتغل معه وتفضلوا اشتغلوا بالنادي اللبناني. فنحن بلشنا شغل بالنادي اللبناني وعملنا جمعيه، مش جمعيه، عملنا انه قسم النادي اللبناني لليوث سميناه واي ال سي يوث ليدرشيب كومبري، وبدانا نشتغل ونعمل هون بالجيل. عملنا ايفنتات كثير، يعني بلشنا من 2010 تقريبا ضلينا لل 2016 نعمل نشاطات نتواصل ونبني جسور مع جاليات تانية. واللي عملناه مش لانه انا كنت رئيسه لهذه الجمعيه الشبابيه، بس اللي عملناه صراحه لفتره طويله كان بحد هلا مش معمول، ليجوا شباب من تلقاء نفسهم هن اللي اسسوا الفكره، هن بلشوا بالفكره ويشتغلوا عليها ويشوفوا شو بدها هيدي الفكره لتتنفذ وينفذوها وينجحوا. هيدي كانت مش صايره كثير بالزمان،